يا لليد القوية افتح افتح. اي ما هذا ما هذا الاسد؟ السلام عليكم. تخيل معي انك ذهبت الى بارك، ذهبت الى بارك لكي تستمتع بوقتك، لكن طلع ان ذلك البارك بارك مسكون. مسكون بمن؟ هذا ما سوف نكتشفه في لعبتنا لهذا اليوم، وهي لعبة انديغو بارك يا جماعة. الراكون الغاضب، الراكون المخيف، الراكون المزعج. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة اذا كنت اول مرة تشاهد هذه القناة، وليتس جو. هذه هي بداية اللعبة. اوكي، مثل بوبي بلاي تايم يا اصدقاء. انديغو بارك، هنا عندما تم افتتاح انديغو بارك، مكان جميل، وبعد ذلك يصبح المكان مهجور، يعني مثل بوبي بلاي تايم، يعني مثل مصنع كان المصنع اول مرة فتح. شخص ما يشاهد الفيديو، اعتقد انه على الاغلب يكون انا ما اشاهد الفيديو. لديه حاسوب افضل مني يا اصدقاء. اوكي لا بس الان حقا لدي حاسوب افضل مني. المهم ان شاء الله يكون احنا اذن لدينا حاسوب رائع وكاميرا. حالات اختفاء. اذا هذا هو الانديغو بارك يا اصدقاء، يعني مثل كاردن اوف بامبان، مثل ايضا بوبي بلاي تايم، مصنع بوبي بلاي تايم. هذه بعض البحوث عن المكان، بعض الصور. بارك موجود في وسط الغابة، او لا انا من ذهب اعتقد. بداية حماسية، ليتس جو. هذا هو البارك، هذا هو الراكون الغبي هناك. انا كنت متحمس لها، والان شابتر 1 بيرتس ما في ذا. اوكي، طيور بريش، ليتس جو. حسنا، هذا الشابتر 1، يعني فيه شابترات كثيرة. اوكي هذا نحن داخل. اوبجيكتيف فاين اواي انتو ذا بارك. علي ان اجد الان، لدي مصباح والمكان مظلم، علي ان اجد طريقة لكي ادخل الى البارك. بارك مغلق مهجور، هناك سياج، الباب مغلق. يعني يا اصدقاء ان هذه هي الحديقة الامامية، او يعني المكان الذي يوجد امام البارك. هذا هو الباب. انظر للمكان، مدمر تماما، مهجور. انظر، محطة مكسور من هناك، كي الدخول من هناك. انظر الى هنا، دمية اخذتها. اوكي، مثل اشياء كولكشن. هناك دمية اخرى هنا كولكشن. اوكي، يعني ان تلقى كولكشن للعبة. افتح هذا الباب، هناك كاميرا تراقبني. لا تقول لي ان يغلق الباب ورائي. الم يغلق الباب؟ اشتغلت التلفاز لوحدي. هذا كان انت اول واحد، انت احضر ضيف من 1920 يوم. انت اول زائر منذ 1900. واو، ماذا؟ اوكي، علي الان ان ارى ما الذي يوجد هنا. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. إنه يصور، هناك كاميرا. يقول لي عليك أن تسجل هنا وأن تدخل معنا إلى هذا البارك، عليك أن تدفع الرسوم. سوف يقوم بإعطاني ميت رامبلي. رامبلي اسمه رامبلي. أوكي، باركس مين جيت. سوف أذهب الآن إلى الباب الرئيسي للبارك. سوف نلتقي الآن برامبلي. أوكي، سنلتقي برامبلي. حسنا، افتح. انتظر. الباب لن يفتح. لكي يفتح الباب علي الان. انا علي ان اصلح المحرك. نتبع هذا، نرى الى اين سوف يقودنا. لنذهب الى المحرك، يمكن القفز. اخرج من هنا. اوكي، هذا هو مدخل المحرك. نفس الغرفة اللي كنت فيها للتو، لكن ساتبع الكيبل يا اصدقاء. واو، احببت اللعبة حاليا يا اصدقاء حقا، عندما يظهر لك من كل تلفاز. التصميم رائع جدا يا اصدقاء، اقسم لكم ان اللعبة تستحق، تستحق ان تلعبها حقا. I love it. اوكي، هذه كوليكشن اخرى وجدتها. اوكي، الان يمكن ان نفتح الباب. احتاج الى قطع. تعال، الجير الاول اضعها هنا. اشتغل. اسحب هذا. واو،
عادت المحرك يشتغل. اوه اصبح لدينا انوار الان. جميل، لكن فقط في هذه الغرفة، ربما في بعض الغرف لا. اوكي الان هل فتح لي الباب؟ اعتقد انه ربما، على الارجح او على الاغلب نعم فتح لي الباب. جميل، ليتس جو انديجو بارك، ليتس جو ذا انديجو بارك. هذا الطائر هذا سوف نقابله ايضا، هو ركون. انظروا للعشاب معششة هنا يا اصدقاء، من كثرة انه لا يأتي احد، لا من كثرة ما انها مغلقة من قديم الزمان. يوي هذه فيجرز او دمى تويز. اوكي كويتر المخلوقات، هذا البارك مثل كارتن اوف بامبان يا اصدقاء او بيبي بلاي تايم. ويلكم، مرحبا. هناك اسد هنا يبدو كسيمبا. اها واحد اخر في شيء. اوكي 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 اوكي، هذا التلفاز محطم هنا. اين سوف اعبر؟ هنا؟ احتاج الى بطاقه لكي اعبر، اين سوف اجدها؟ اين هي؟ هذا من هنا؟ هذا السوبر ماركت او الشوب الذين يبيعون، المتجر يبيعون فيه يعني كل الميموريز والاشياء، سوفينيرز. اوكي هير يو جو بادي، هنا هنا كريتر كاف، ا نيو واي تو انتراكت وذ ذا بارك ذات اولسو دبلز. على ساعه ممكن تدخلني الى كل مكان. ها الذي قاله في الاخير؟ الان لدي هنا تلك الساعه، ساجرب الان يا جماعه ان افتح بهذه الساعه هنا. يا لقوة الأيدي يا حبيبي، عضلات. أوكي الآن قد فتحنا هذا الباب. أوكي واو، لديهم حتى الملابس وكل شيء باسمهم. أوه تبدو جميلة، أقسم لكم يا أصدقاء التيشيرت تبدو جميلة. أوكي الآن سوف ندخل إلى الداخل، الآن يمكن العبور ربما من هنا طبعا نفس الطريقة. لقد نجحت. واو هذا هو صاحب البارك مع الشخصية، يعني لديهم تمثال. أوكي لكن يا صديقي البارك خاصتك، انظر كيف اصبح، اصبح مهجورا. لم تنجح الفكرة يا صديقي، لم تنجح الفكرة. الان نحاول ندخل الى هنا. اوه هل انتهى الشابتر؟ لم انتهى الشابتر. اوكي فقط لدينا تحميل. واو هدم المكان وحبسنا. يا انظر هذه صور رامبلي. واو هدم المكان يا اصدقاء، ليتس جو. يا عفو الله ماذا سوف نفعل؟ هناك طريقان هنا. كيف نذهب من هذا الاتجاه؟ هذا حمام. أوه هذا حمام. أوكي القبيل يعني مغلق. هنا أيضا. أوه. يقول لي بأن البارك يعني فيه بعض الإصلاحات. إصلاحات؟ هدم يا أخي، أخ هدم هدم. فتح لي الباب. Thank you man. Thank you يا صديقي. هذا هو تمثاله هو. اوكي اريدكم يا جماعه ان تكملوا المقطع كامل لكي تفهموا القصه الرائعه لهذه اللعبه، يعني بدات احبها. واو هذا المكان مخيف. قل لي انك اكبر سنا قليلا من الناس الذي يجب عليهم ان يستعملوا هذه الوسيله. لا 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 تقلق يا تقلق. يحب القطارات. اوكي يعني سوف نذهب في القطار الان، وقتنا نركب في القطار وسنن المقطور يا اصدقاء. وها نحن الان في القطار، داخل القطار. انتهت اللعبه هنا؟ لا 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 طبعا لم تنتهي اللعبه. اوكي اخذتنا اللعبه الان الى مرحله اخرى. جميل، اسمع موسيقى. ندخلوا الى مكان اخر، مكان جديد ربما. غبية. جاء هنا الآن. الآن هو من سوف يريني الأماكن. واو. يا له من باركين جميل. ليتس جو. احتفل يا سيد. مولي ماكاو. البايلوت. الطيار. اسمه مولي ماكاو. واو. It's crashing with cereal. It barely hurts at all. Say,
اصطدام بطريقة جميلة لا يؤلم أبدا. كيف ذلك؟ كأنها جولة يا جماعة في البارك في كيتورياني الأماكن. هذا مكان جديد. فينلي تنين هذا. رامبلي ما الذي حصل لك؟ أنت تعرفني منذ 100 عام رامبلي. أنا دائما طويل يجمع الصدفات. الآن نجي الإصلاحات. أوكي كل شيء يحتاج الإصلاحات في هذا البارك. جئت وندمت لكن حقا تجربة رائعة. هذا المكان محطم. أوكي الآن تعطل التلفاز يا جماعة وتوقف بنا هنا. دم هذا مكان مخيف. واه الصوت مقرف. انصف نعمر. انظر إلى هذه الشخصية هنا محطمة راكونة. لا ضريبان. أوه فتحت لنا هذا الباب. أوكي الآن نحن نتعمقنا في داخل يا أصدقائنا. نحن لسنا زوارا الآن. كأننا مع هذا مكان ستاف حيث. هذا هو الطائر المحطم. اسمه مكاو لا أعرف ما اسمه. واو الآن أصبح المكان مجنونا يا أصدقاء. الآن على النخل. هذه قطعة. أوكي نضعها هنا. أحتاج إلى قطعة أخرى. أين هي؟ ها هي. أوكي هذا يبدو لي بعد الشيء سهلا. أوكي اشتغل المكان. ماذا؟ واو ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت يا جماعة؟ اشتغل شيئا ما؟ والآن سوف نخرج أو سوف يكمل بنا القطار طريق. وأكملنا الفيديو أليس كذلك؟ ماذا؟ أوكي بدأت كتسير. أوكي الآن بدأ كملنا الطريق. جميل يعني كأن القطار كان معطل عندما يصل إلى هناك والآن أكملنا الطريق. أوكي هذا المسرح. هذا ذلك الملك. فشن الله الملك الأسد. اكسترودينري. اوكي ليس متواضعا ابدا. حسنا حقا يا اصدقاء احببت هذه الشخصيات. شخصيات جميلة حقا. اوكي وصلنا الى بوابة. هل كان ذلك رائع؟ أعرف كل شيء على أصدقائي وأيضا الملك. إلى أين تريد أن تذهب؟ هذه الصورة المفهومة لكن الأماكن نفس أماكن القطاع فقط. ياه هذا المكان لاستقبال ربما. أو ربما عندما تنتهي رحلة تصل إلى هنا لكي تشتري بعض المقتنيات الخاصة بالبارك. لكنني يا أصدقاء لم أفهم يعني هنا سوف نخرج. أو هذا هو العالم الحقيقي ربما. هذه فقط كانت بداية لأن هذا المكان يبدو أكبر. كان مهجور منذ سنوات. كنا نحاول أن ندخل الآن. هذا كافيه لا أعرف إلى أين سوف أذهب يا أصدقاء لكن أذهب. انظر إلى هذا. أوه إنه مغلق. هذا مسرح. أحتاج إلى مفتاح لكي أفتح. ماذا سوف أفعل؟ كيف سوف أفتح ذلك المكان؟ Find the key. أوكي على نشداء مفتاح يا أصدقاء. أوكي لكي أدخل إلى ذلك المكان ذلك المسرح. مفتاح. هذا هو المسرح. أوكي مسرح كبير. والله يبدو مسرح كبير. هناك شخصية ما على أين الأسد ربما؟ يتحرك. أي لا والله كان يتحرك يا أصدقاء. ليس فقط كرتون أو تمثيل أو فقط صوت. لا والله كان يتحرك كأنه شخصية حقيقية. عجيب. إن شاء الله ما يقفز علي. Hey, buddy. Hey يا صديقي. كن حذرني إذا ذهبت إلى هناك. واو يعني هنا في الباكستيج يا أصدقاء. أوكي نذهب الآن إلى الكواليس. علينا نكون حذرا قال. هذا الصوت. أي إنه هناك إنه الأسد مليء بالدماء يا أصدقاء. هل 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 هي فكرة جيدة أن أذهب إليه؟ يا جماعة أظن أن هذا يزداد صعوبة ويزداد خوفا. لا ما أعتقد أن تكون هذه البداية كانت هذه دمية كبيرة.
يعني أول وحش يهاجمونه هو الأسد، يعني أول وحش نقابله هو سوف يكون الأسد. يا عفو الله، ما رأيكم يا أصدقاء؟ علينا أن نكون منتبه جدا. قد خرج، أوه لقد سقط عليه، لقد عاد. يا أنا محظوظ جدا، أنا محظوظ جدا أنه لم يهجم علي. أصبح الأمر مخيفا، أصبح الأمر مخيفا. سوف أعود، سوف أعود. لا هذا طريق، أوكي ليتس جو. افتح 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 يا أصحابي. افتح. افتح. وهذا هو المفتاح. هذا هو المفتاح. جميل. أوكي، مكان الطائرات فتحته. المكان الأول الذي قال لي اذهب إلى المسرح وخذ المفتاح. فتحته. الآن كيف سوف نعود؟ المشكلة لدي سلاح، هل يمكن أن أضرب في هذه اللعبة؟ لا أعرف، وفقط أن أهرب. يا عفو الله، المكان أصبح مظلم. نو لا 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 لا، المكان أصبح مظلم يا أصدقاء. لا أعرف ماذا يقوله، لكن يا الصوت يا جماعة، الصوت، المشكلة أن الصوت مخيف يزيدك رعبا. أوكي الحمد لله، أكاد أن أصل. ليتس جو على الدرجة، ليتس جو. لا تخرج بليز مان، لا تخرج. أبزعتني بما فيه الكفاية. افتح. أوه يا لليد القوية. افتح. أي ما هذا الأسد؟ الساعة تصدر صوتا لا يتحمل الصوت، لقد ذهب. هل هربت؟ افتح الباب. هل هربت أم ماذا؟ الباب سأعيد المرة. أوكي فتحت الباب. إنه هناك شخص ما، هناك آخر. اركض يا مكان مرعب، مكان فيه اشباح. هذا هو المسرح. ساركض اخرج من هنا يا عباد الله، يا عباد الله. لن ابقى هنا ابدا يا اصدقاء. اذا يا اصدقاء، قد حصلنا على المفتاح وقد نجونا، وبهذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. اراكم ان شاء الله في التختيم الكامل وفي الحلقة الاخرى، واخبروني في التعليقات ماذا استنتجتم من هذه اللعبة، يعني من هذه المراحل البسيطة التي رأيناها. الآن أريد أن تكتبوا لي في التعليقات كلمة ملك، واللي هو الأسد الخطير الذي هاجمنا، الذي يظن نفسه ملكا. المهم أراكم في حلقة قادمة، والسلام.